سلام، كيفكم اصدقائي؟ كيف صحتكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير اصدقائي. معكم عدنان الشهبي، ورجعت لكم فيديو جديد. طبعا اصدقائي، اليوم فيديو مبين من العنوان. فت انا طبعا على اليوتيوب عادي، ما في شيء الا بشوف اكتريه اليوتيوبر السوري منزلين عن اهل العراق وحاطين علم عليه دم، علم العراق عليه دم. بفوت على الانستغرام جايني اكثر من 50 رساله: عدنان شوف شو صايب العراق، عدنان وقف مع اهل العراق، عدنان طلع بفيديو واحكي عن العراق. اصدقائي انا يعني اندوخت لما شفت اكترية اليوتيوبر السوري منزلين عن العراق. اصدقائي اقسم بالله الشعب العراق ما بستاهل يلي عم يصير فيه، والله العظيم شعب طيب، اهله طيبين. اصدقائي اهل العراق وقفوا معنا وقت ما حدا كان واقف معنا طاول. طبعا اصدقائي بحب اوجه السلام لشهداء العراق ولشعب العراق ولشهداء سوريا ولشعب سوريا. اصدقائي والله العظيم شي بيحزن، شي بيحزن. بفوت على الانستغرام لك الستوريات كلها علم العراق وعليه دم. بتمنى من كل شاب سوري لبناني ايش ما كان يكون جنسيته يطلع لو كان في فيديو 10 ثواني، يضيع من وقته 10 ثواني وقف مع هالعراق. اصدقائي شعب العراق كتير طيب، اصدقائي شعب العراق كتير كتير طيب، وقف مع الشعب السوري وقفة كتير قوية، وجا دورنا ارد لهم اياها. والله العظيم شعب طيب، وبتمنى انا من كل شاب سوري لبناني ايش ما كان يكون جنسيته يطلع بفيديو ويوقف مع اهل العراق. طبعا قال احد يقول قناة كبيرة قناة صغيرة، ايش ما كان يكون يوتيوبر صغير يوتيوبر كبير، قناته صغيرة قناته كبيرة، بتمنى يطلع فيديو لو كان 10 ثواني نوقف مع اخواتنا العراقيين. طبعا اصدقائي لهون وصلنا لنهاية الفيديو. اذا عجبك الفيديو لا تنسى تحط لايك واشتراك وتفعل علامة الجرس. طبعا اصدقائي انا حبيت بس اطلع بفيديو ووقف مع اهلنا العراق. أخوكم عدنان الشهبي، السلام.